صباح الخير، واليوم 23 اذار 2022 وتوقعاتنا الفلكيه لهذا النهار، وبدايه مع مولود برج الحمل. عزيز مولود برج الحمل، عم بتاسس لدور مهني مهم تستعيد من خلاله حضورك السابق ولكن بشكل اقوى من جهه، وتحدي لدورك اللي اختفى بحكم الغيره والتحريضات الدخيله على حياتك من جهه ثانيه. عاطفيا التناقض بتصرفات الشريك اكبر دليل على عدم التوازن بالمشاعر ما بينك وبينه بشكل واضح، والفلك عم يتحدث عن مواقف موثقه بتدل على هذا الشيء. مولود برج الثور، رح ترسم خطوط حمراء لعدم تعريض وضعك المهني لأي خطر ممكن يهدد استقرارك الحالي أو ممكن يشوش علاقتك مع الزملاء، بالإضافة لخطوة جبارة رح تفاجئ الكل فيها. عاطفيا مواقف الشريك تجاهك أصبحت عم ترسم معادلة عاطفية جديدة بينك وبينه، ولا يبدو أنك قادر بعد على تقديم أي تنازلات إضافية على حساب الوجع اللي عم بتعيشه معه. مولود برج الجوزاء، تبدو مستعد لتقديم كل شيء، كل ما يطلب منك في سبيل التوسع باتجاه انجازات مهنيه افضل واقوى، بالاضافه لقرار بالسفر تبدو متحمس على اتمامه بدون تردد. عاطفيا مشاعر الشريك عم تتبدل وبتتغير بكل دقيقه، ولا يبدو انك مطمئن ابدا لهيدي المواقف ما لم يتم السيطره على الامر بشكل فوري، اما سلبا او ايجابا. مولود برج السرطان، رح يتم تجميد نشاط عملك الخاص لمدة زمنية محددة، ورح تضغط بشكل فعلي لاستكمال سعيك بالحصول على وظيفة ثابتة بدل من الاستمرار بحالة الاستعراض المهني على الفاضي. عاطفيا مشهد الكيديات أصبح مسيطر بشكل تلقائي على مضمون علاقتك مع الشريك، ولو أنه الأمور بيناتكم ما بتعبر عن حجم المشاعر العاطفية الموجودة عند الطرفين. مولود برج الأسد، لا يبدو طريق البدء بعمل جديد أو مضمون أو سهل قدامك بالوقت الحالي، ولا تبدو ردة فعلك بالتخلي عن وظيفتك الراهنة بسبب مواقف أحد الزملاء كان القرار الصحيح، فانتبه وعيد حساباتك بالأمر فورا. عاطفيا رح يتم الوصول لاتفاق عاطفي جديد ما بينك وبين الشريك على بعض التفاصيل التفصيلية يلي هي الأساس لاستمرار العلاقة بالرغم من الخلافات القائمة بيناتكم. مولود العذراء، الفلك عم يتحدث عن تفاهم داخلي ما بينك وبين محيط عملك الحالي، ورح يسمح لك بالتمدد باتجاه ظروف مهنية أفضل أو صلاحيات أكبر، والأجواء الفلكية تبدو داعمة خطواتك القادمة. عاطفيا لا يمكن القبول بسياسة الأمر الواقع أو الموافقة على كلام الشريك المرتبط ببعض القرارات الحياتية يلي بتجمعكم سوا، ورح تسعى لإقناعه بوجهة نظرك بالدلائل الفعلية. مولود برج الميزان، رح تدافع عن وجودك المهني وحضورك الفعلي مع محيط عملك الحالي، وخصوصا أنك لا تبدو راضي عن أجواء الفوضى الواضحة بشكل مخيف، ورح تطالب بتحسين بعض الإجراءات يلي بتخصك تحديدا. عاطفيا مبدأ التعاطف مع الشريك رح يكون سبب بإضعاف مشاعره تجاهك أكثر وأكثر، وخصوصا أنه الخلافات الأساسية اللي بيناتكم بتدل على ملل ونفور واضح بالعلاقة من كل الجوانب المرتبطة فيها. مولود العقرب، كل الظروف المحيطة فيك بتدل على تراجع واضح بمستواك المهني، ورح تسعى لدعم هيدي الخطوة بوساطة معينة على أمل أنها تفيدك بتغيير اتجاهك أو بتغيير الواقع مع محيط عملك الحالي. عاطفيا عم بتعيش أجواء المعارك المتنقلة مع الشريك بالرغم من محاولاتك للسيطرة على ظروفك الحياتية اللي عم تعكس بسلبياتها على واقع العلاقة مع الشريك. مولود القوس، وضعك المهني أصبح خاضع لمشاريع تغييرية بكل دقيقة، ولكن الفلك عم يتحدث عن خطوة انقلابية رح تنقلك من حال إلى حال، ولكن ضمن مرحلة مختلفة تماما عن كل هيدي الأجواء. عاطفيا خلافك مع الشريك يبدو ثابت بمكانه، وكأنك عم بتراهن على الوقت قبل الانتقال لمصير عاطفي جديد يخلصك من هيدا الشتات يلي عم تعيشه حاليا. مولود برج الجدي، الفلك عم يتحدث عن إنجاز مهني كامل رح يوفر لك الحماية والغطاء اللازم بحالة تعرضت لأي مواجهة جديدة مع محيط عملك الحالي أو مع بعض الزملاء في العمل، بالإضافة لإجراء صحي بانتظارك. عاطفيا عم تشعر بالخطر من مواقف الشريك ومن برود العلاقة بيناتكم بالرغم من محاولاتك الفعلية للكشف عن مشاعره تجاهك، فيما لو كانت محافظة على نفس الحالة الشعورية الموجودة بيناتكم. مولود برج الدلو، تبدو ظروفك المهنية مرهونة للواقع المهدد بعدم الاستقرار، ولا يبدو أنك مطمئن من الخيار الموجود حاليا أو لأشباهه يلي أصبح من الصعب أنه يرضيك ماليا أو معنويا. عاطفيا طبيعة علاقتك مع الشريك عم تتغير بسرعة، ورح تاخذ هيدي الخطوة بعين الاعتبار كتأكيد على فرضية المواقف المنتظرة منه كدليل ثابت على أنه المشاعر بيناتكم لا تبدو بخير أبدا.
اخر ابراج معنا مولود برج الحوت. عزيز الحوت رح تنتقل لخيار الحل بتنشيط بعض الاعمال الجانبيه يلي عم بتراهن عليها بتحقيق بعض المكاسب السريعه، ولا يبدو انك بوارد تاخير البدء بالتنفيذ. عاطفيا رح تكتشف رد فعل الشريك على خطوه جريئه من عندك قد لا تكون مباشره تجاهه، ولكن بتحمل بمضمونها رساله معينه رح تفيدك بتحريك العلاقه بيناتكم ولو بشكل محدود. هذه كانت اخبارنا وتوقعاتنا الفلكيه لهذا النهار، ان شاء الله تكونوا حبيتوها.